كنت لسه بتكلم معاكم دلوقتي على موضوع حراس المرمى. حراس المرمى الاسم اللي معايا ده واحد من الحراس اللي كانوا من بدري قوي ممكن يطلعوا في اوروبا كمان. انا هتناقش معاه في الموضوع دوت قبل ما اخش معاه في اي موضوع. الكابتن الكبير كابتن الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحه. كابتن هاني صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل لك يا مو، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني جدا، عامل ايه؟ ربنا يخليك، الحمد لله كله تمام. امورك كويسه؟ زي الفل الحمد طيب. لله. انا من شويه قبل ما اتكلم معاك في اي موضوع كنت بتكلم على فكره انه عدم استيراد حراس مرمى اجانب بيخلينا برضو مش عارفين نصدر حراسنا المصريين في أوروبا. يعني كل نادي بيبقى ماسك في الحارس بتاعه، مش عايز يسيبه، مش عايز يستغنى عنه. طبعا معظم الناس بيبصوا لها من الجانب ان المنتخب مصري اولى والكلام ده كله، بس ما انا لو حراسي طلعوا في أوروبا منتخب مصر هيستفاد اكتر. انت رايك ايه في الموضوع بتاع غلق الباب حول حراس محترفين من افريقيا يبقوا موجودين في الدوري المصري؟ طبعا انا مع القرار ده، يعني انا مع القرار، يعني انا بختلف مع واحد من احسن المدربين اللي اتمرنت معاها من ساعه ما لعبت كوره، كابتن احمد ناجي. كابتن احمد ناجي مع قصه ان يجي حارس مرمى مفيش مشكله يحترف في الدوري المصري. يعني دي الحاجه الوحيده اللي بختلف فيها مع الكابتن ناجي. لكن احنا ومعايا دلوقتي لكن انا والكابتن ناجي متفقين في كل حاجه ما عدا دي. يا سبحان الله، يا سبحان الله. طبعا. طب انت رايك ايه؟ رؤية الكابتن ناجي أبعد مني بمراحل، لكن أنا كجون لا طبعا. أنا رأيي إنك من ساعة ما قفلت حتة حراس المرمى بقى عندك كام حارس في الدوري المصري بتلعبه؟ كام حارس بيروح منتخب مصر؟ دلوقتي ممكن تحط 7 8 تجوان 10 تجوان ممكن يروحوا منتخب مصر. طب دلوقتي لو الأندية جابت حراس أفارقة أو جابوا حراس أجانب، في ناس هتتظلم، في ناس مش هتلعب. ليه؟ لأن النادي جايب لعيب محترف من بره حلو ووحش هيلعبه. انت فاهمني؟ طب ممكن ممكن اناقشك في الحته دي. ما هو دلوقتي مثلا هاني سليمان هو كان كمان لسه بادئ بداياته، كان حارس رائع، ما زال حارس رائع. بتكلم على العمر كمان وانت لسه كمان صغير في السن. اكيد كان هيجي لك عرض من اوروبا لو مثلا الاتحاد عارف يجيب حارس بديل ليك مثلا من القاره الافريقيه بسعر كويس، هيقول لك طب والله اطلع يا هاني مش مشكله، وتبدا حياتك مثلا في مرحله مبكره في اوروبا، تبدا في دوري صغير، تبدا مع فريق صغير لحد ما تبقى مثلا مندي اللي بيلعب في تشيلسي، او تبقى مثلا ياسين بونو اللي بيلعب في اشبيليه. ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله خالص. على فكره انا جاي الاحتراف وانا في نادي الاتحاد وانا عندي 21 سنه و22 سنه. صح. في فرقه اسمها ماريتمو البرتغالي، كانوا بيلعبوا دوره صيفيه هنا في اسكندريه ولعبت ضدهم مباراه، وبعد الماتش طلبوا من الحاج محمد مسلح ان هم عايزين ياخدوني يعني النادي هناك، كان سن صغير بقى وكده. النادي الحاج محمد طبعا رفض. ليه؟ لان كنت لسه في البدايه وطالع لاعب في النادي سن صغير وكده، فكان الامور هتبقى صعبه ان يكون يطلع من ناشئين النادي تقوم اخده وبيعه مثلا. هي ثقافه. كابتن هاني ما انت رديت اهو. ما انا دلوقتي لو انا نادي الاتحاد الحاج محمد مسلحي هيمشي الهاني سليمان وهيروح يجيب واحد مكانه بسعر كويس من القاره الافريقيه، يبقى احنا دلوقتي كمنتخب مصر كسب حارس بيلعب دلوقتي في اوروبا، كنت هتفضل موجود في اوروبا لحد دلوقتي؟ ما الدنيا بقى مقفوله دلوقتي. انت دلوقتي مش عارف تطلع ولا عارف تجيب، فالاحسن ان انت تقفل ما تطلعش بقى خلاص. اللي موجودين عندك ياخدوا الفرص اللي بدل ما واحد يجي ياخدها. اللي هيطلع اصلك مش هيطلع نادي كبير، واللي هيجي لك بردك مش جون كبير. يعني اللي هيجي الا اذا اهلي والزمالك طبعا جابوا حراس كبار. مش معقول الاهلي والزمالك هيجيبوا اي جون. صحيح. بقيه الانديه اي نادي هتلاقيه بيجيب جون فرز ثالث ورابع والكلام ده. صحيح. بس المسمى اللي انا جايب عندي جون محترف. لكن اهلي والزمالك اكيد هيجيبوا جوان كبار، لكن بقيه الانديه هي دي بقى اللي هتظلم الجوان اللي عندها. ليه؟ انت جايب جون محترف بتدي له فلوس وبتدي له دولارات وحلو ووحش هتلعبه، ممكن يكون اللي موجود في النادي احسن منه. بس انت بقى ايه، انا عندي جون محترف. احنا بناخدها كده. لكن عدم وجود حراس في الدوري اجانب، انا شايف ان اللي انت هتجيبه من بره الفرد الثاني الثالث اللي عندك اعلى منه. فليه تفتح وتجيب؟ اللي هيستفاد الاهلي والزمالك، وطبعا الاهلي والزمالك دلوقتي عندهم حراس فرد اول، يعني عندهم حراس كبار. مش معقوله هتجيب مين اعلى من الشناوي في افريقيا؟ استحاله. ده الشناوي رقم واحد في افريقيا. طب هتجيب مين في نادي الزمالك على ابو جبل؟ استحاله برضه. يعني هتجيب جون افريقي يلعب على ابو جبل؟ فالامور ماسكه نفسها في الحته دي دلوقتي، بعد انت ما قفلت قصه الاحتراف
خلاص الاهلي بقى عنده جون كبير اسمه الشناوي، الزمالك بقى عنده ابو جبل وعواد، بيراميدز عنده شريف واحمد الشناوي ومهدي سليمان. فانت عندك كميه حراس مرمى كبار احسن من انت لو فتحت، لو جبت اي حارس من بره دول احسن منهم بمراحل، فانت هتبقى فتحت ليه بس. كابتن الكبير هاني سليمان، عايز اسالك على حال سموحه بقى. سموحه الان عنده منافسه في منتهى الصعوبه على المربع الذهبي، كل الفرق عماله تقرب منكم، كنتوا ماشيين بشكل رائع جدا وما زلتوا ماشيين بشكل ممتاز جدا بصراحه الموسم ده، بس الفرق كلها عماله تكاتف معاكم في المركز الرابع، الحال ايه بالنسبه لسموحه هذا الموسم والمنافسه الصعبه جدا على المربع الذهبي؟ هو فعلا المنافسه صعبه، لان بينافسك فرق تقيله عندها لعيبه كبيره جدا، امكانيات عاليه. انت احنا من اول الموسم واحنا الحمد لله من بدايه كابتن احمد ثاني، من اول الموسم واحنا ماشيين عاملين نتائج رائعه، نتائج الحمد لله. يعني كابتن سامي ماشي واحنا في المربع الذهبي الحمد لله، كابتن واحنا الحمد لله لسه ايه في المربع. وارد ان احنا ممكن نتعادل ماتش، نخسر ماتش، وارد فيوتشر، ما هو اخر ماتش تعادل مع الشرقيه. صحيح. احنا الماتش اللي قبليه تعادلنا مع الشرقيه. فالامور صعبه، اللي نفسه طويل واللي هيدوس لاخر الوقت هو ده اللي هيخش مربع. احنا الحمد لله بنشتغل بشكل كويس، قافلين على نفسينا، معانا اداره بتدعم بشكل كويس في ظهرنا الفتره اللي فاتت دي كلها. الاداره بتيجي تكلمنا ان احنا عايزين مربع السنه دي. الجهاز الفني كله كلامنا معاه، كل الكلام مع اللعيبه ان احنا مش عايزين نخرج من المكان اللي احنا فيه، اللي احنا ماشيين عليه من اول الموسم، مش عايزين نخرج منه. فالمنافسه صعبه، عندك فيوتشر، عندك فاركو، عندك طلائع الجيش قرب دلوقتي، عندك فرق البنك الاهلي، عندك فرق كبيره وفيها لعيبه كبيره جدا ولعيبه محترمه جدا. فالمنافسه اللي نفسه طويل واللي هيحافظ على الاستمراريه في ان انت كل الماتشات اللي جايه لك دي ماتشات كؤوس، هو ده اللي يستحق ان هو يبقى في المربع الذهبي بس. فربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نكمل من هنا لحد اخر الموسم باللعيبه المحترمه اللي موجوده معانا، بالجهاز، بمجلس الاداره، ان احنا ان شاء الله باذن الله دي ثاني سنه، يعني دي ثالث سنه بنلعب على المربع وبتحصل حاجه ممكن بونت واحد ما يدخلناش. يعني احنا السنه اللي قبل اللي فاتت لما جه الكابتن احمد سامي كمل فنشنا خامس، فنشنا خامس بفرق بونت او اثنين بونت. السنه اللي فاتت بقى اخذنا رابع دوري وما دخلناش بطوله افريقيه، لان اختاروا الفرق اللي هتخش افريقيا كان في نص الجدول. يعني في نص الموسم، واحنا كنا ساعتها في نص الموسم خامس، فهم اختاروا اربع فرق. احنا فنشنا رابع دوري السنه اللي فاتت بفرق بونت على ثالث الدوري. السنه دي الحمد لله ماشيين بشكل كويس، يا رب باذن الله يكرمنا ويوفقنا ونكمل على اللي احنا ماشيين عليه ده، واللي احنا قافلين على نفسنا فيه ده، ان احنا ان شاء الله نوصل لمربع ذهبي باذن الله. طيب سؤالي الجاي ده سؤالي للاعب دولي كبير له خبراته، تجربه الكابتن ايهاب جلال تجربه تستحق الدعم منا جميعا باذن الله، ربنا يكرمه. حابب تقول ايه للكابتن ايهاب جلال وجهازه ومنتخب مصر في الفتره الحاليه؟ مليون المية، مليون المية، أنا من ضمن الناس اللي فرحانة جدا جدا اللي ماسك منتخب مصر المصري. كابتن إيهاب مدرب محترم ومدرب كبير، شخصية رائعة، كلنا داعمين ليه، لازم الناس كلها تدعمه. يعني أول ماتش امبارح للكابتن إيهاب جلال في ناس بتتكلم على أداء، أداء إيه ده؟ إحنا الكابتن بقاله أسبوع 10 ايام يا دوبك المعسكر ده، صح، وماسك المنتخب، وفي ظل ال 10 ايام دول انت عملت نتيجه ايجابيه، ده الاهم. يعني كنا ممكن نكسر الدنيا وتتعادل مع غينيا، الناس هتقول ايه؟ صح. فالاهم والاحسن الحمد لله حصل. ان شاء الله مع الكابتن ايهاب والجهاز الفني كله، كابتن احمد حسام وكابتن شوقي وكابتن عصام الحضري، ان شاء الله يوصلوا لمصر لابعد مدى، وهم اللي ان شاء الله يوصلونا الفتره اللي جايه لبطولة الأمم وكأس العالم بإذن الله. فكلنا وراهم وكلنا ضهرهم وكلنا داعمين ليهم. سواء هاني، أنا ما بتكلمش الكلام ده والله والله والله، أنا ما بتكلم الكلام ده عشان أي حاجة ممكن تخطر على بال أي حد. أنا قسما بالله حتة المنتخب بالنسبة لي شرف ليا وشرف لأي لعيب إنه ينضم للمنتخب. لكن أنا بتكلم والله للأمانة، مدرب منتخب مصر مدرب كبير، وإن شاء الله مع الاستمرارية هيظهر نتائج رائعة والله. عظيم جدا. كابتن الكبير كابتن هاني سليمان حارس مرمى فريق السموحة وأيضا منتخبنا الوطني، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.